صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تنخفض قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، لكن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل لتسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام ورطبة، خاصة في المرتفعات الجبلية العالية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود غيوم متفرق أو تتفرق بعض الغيوم المنخفضة مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث كما ذكرنا تنخفض قليلا درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا بشكل عام. المفرق 30 إلى 15، إربد 28 إلى 17، جرش 29 إلى 17، وعجلون 27 إلى 16 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 31 إلى 17، عمان 29 إلى 16، البلقاء 29 إلى 17، مدبة 29 إلى 17 أيضا، والبحر الميت طقس حار مع 35 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 27 إلى 16، الطفيلة 27 إلى 15، معانا تربة مثارة 32 إلى 16 درجة مئوية، الشوبك تفرق لبعض الغيوم 26 إلى 14 درجة مئوية، والعقبة 37 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات من الأمطار، أرويشد 41 إلى 20، الصفاوي رياح نشطة مع 39 إلى 18 درجة مئوية، أما الأزرق 38 إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.